في فيديو جديد، فيديو اليوم سبيسيال باش نحكيو فيها كيفاش نجمو نخبيو الدوسيي عن طريق سي ام دي. يقول قاي كيفاش نجمو نخبيو الدوسيي اترافير سي ام دي. هذا كل باش نشوفو في فيديو اليوم عن طريق دي زيتاب لازمنا نشوفوهم بالكدا ونتبعوهم بالكدا. دونك نمشي وعملت دوسي سميتو اكسبيريونس باش نجربو عليه. دونك في وسط الدوسي هذا دونك عملت دوسي اخر في دو بروغرام حطيتو. بون اول حاجه هنا باش نبدل اسم الدوسي بعد ما تخطلو هذا الدوسي هذا كله اسمه اكسبيريونس. دونك انا باش نبدل الاسم نتاع سي ام دي ونزلو على اونتري. دونك اوتوماتيكمون باش تحلي هنا سي ام دي. دونك هنا سي دو بوان يوزرز نوسا ديسكتوب اكسبيريونس. هنا عندي دو كود، لي دو كود هذوما دونك هما لي باش نستعملوهم. نكوبيو الكود هذايا نعمل اونتري اونتري في. دونك هذا هو. انا نحب نخبي الدوسي هذا اللي اسمه بروك. دونك نحيو نيم فولدر ونحطو اسم الدوسي اللي هو اسمه بروك. دونك اتريب بلس اش بلس اس بلس ار بروك اللي هو اسم الدوسي هذا اللي انا نحب نخبيه. نطلعوا على اونتري اي فوالا. دونك الدوسي اتخبى كيما قاعدين تلاحظوا ماش فما الدوسي هذا. نحب نرجع انا الدوسي كيف كيف كوبيو الكود هذايا مي مرة هذي اتريب مو هاش مو اس مو ار فولدر نيم. كيف كيف نجلو على كنترول V نحيو فولدر نيم نحطو في بلاصتو بروك اسم الدوسي اللي نحب نرجع. نعملو على اونتخي اي فوالا دوسي رجع عنا كيما قاعدين تشوفو. دونك دوسي رجع نجربوها على دوسي اخر نعملو je sais pas attends là non log attends on copie au header col je dois déjà moi je dois attends donc عادي كده عاد كوبي الكود ده يا كنترول V folder name alors blog entrée. Donc ça y est dossier match موجود. Donc quand tu as شوفوا حلو فنيته اخرى. Donc ماش موجود. ماش موجود جملة. دونك كنترول V لوك انتري. دونك رجعنا الدوسي هذا اللي هو في الدوسي نتاع بروك اللي فيه دو بروغرام حطيتهم. دونك دي بروغرام كيلكونك تنجم حتى دي فيشي. دونك هو ليسونسييل كومو نحنا كيفاش نخبيو لي دوسي نتاعنا عن طريق السي ام دي سون لوتيليزاسيون دي بروغرام. دونك هذا هو. جيسبيغ الطريقة نتاع اليوم عجبتكم برشا. إذا كان عجبتكم متنساوش باش تعملو ابوني جيم اي بارتاج وعلي شلات بارتاجيوها مع صحابكم باش حتى هما يعرفوا لاستيوس هذايا.
كما قلت لست سري نسيت با دي بروغرام بور كاشي لي دوسي مي جوست عن طريق السي ام دي عن طريق لو كود هما اللي تلقاوه تحت الفيديو باش هكاكا نجمو تستعملوهم وتستفيدو منهم. هذا هو بالنسبة للفيديو اليوم، وقال يقول لكم كان باي باي.